بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في المحاضرة 13 من برنامج الإيتابس، اليوم راح يكون أول مدخل للتحليل والتصميم الزلزالي. شلون ندخل التحليل والتصميم الزلزالي للإيتابس؟ شلون أعرف التصاميم والتحاليل وشلون أحسبها حسب الكود الأمريكي ASCE 710 Seismic Analysis and Design، وطبعا في اللغة الإنجليزية يلفظ Seismic وليس Seismic. في اللهجة البريطانية والأمريكية هو اللفظ الصحيح لها Seismic، أما في اللهجة الهندية فهو Seismic. فأنت تعلم على أنه تلفظ أنه هي Seismic وليس Seismic. عندي في مثال هذا التالي، أنه بناية بالإكس أكسس 5 جريدز 4x4، يعني أربع مسافات، كل مسافة 4 متر، والواي أكسس 6 جريدز 5x4، يعني خمس مسافات، كل واحدة 4 متر، والبناية مكونة من 4 طوابق، كل طابق هو 3 أمتار، والديد لود على كل طابق هو 2 كيلو نيوتن لكل متر تربيع. وحدة الكيلو نيوتن على المتر المربع ممكن أنه أسميها بوحدة الكيلو باسكال كيبا. فإذا أنت جدتك الوحدة مكتوبة في الكيبا يعني لا تستغرب منها، وإنما هي كيلو باسكال يعني كيلو نيوتن على المتر المربع. كل البيمات مالتي هي 40x60، كل الكولومات مالتي هي 40x40، والسلابس هي 20 ثيكنس. أول شغلة أني أسويها هو أن أحول الوزن مالتي إلى concentrated load، يعني أوجد ال concentrated load life و concentrated dead و concentrated مالت self weight لكل عضو إنشائي. أول شغلة راح نحسب ال dead لود، اوكي، توتال او ديد لود توتال من السلابس، هو عبارة عن الوزن مضروب في المساحة مالت الأرضية. مساحة الأرضية هي 4 في 4 في 5 في 4، فراح تصير 16، يعني هنا 16 في 20. مساحة الأرضية 4 في 4 16، وأربعة في خمسة 20، فهي 16 في 20. في كم طابق عندنا؟ 4 طوابق، وتساوي 2 في 16 في 20 في 4، 2560 كيلو نيوتن. نفس العملية لللايف، يساوي 4 في 16 في 20 في 4، ويساوي 5120 كيلو نيوتن، لأن الرقم السابق مضروب في 2. الآن أنا راح أحسب السيلف ويت للكولومز والبيمز والسلابس. تعالوا إلى شلون أنا أحسب الكولومز والسيلف ويت مال كل جزء. أني راسم المنشأ، هاي المنشأ هذا، المنشأ هذا إذا أنت تريد ترسم بالأوتوكاد راجع محاضرة الأوتوكاد في كيفية رسم السابس. هنا أني ال columns والبيمز والسلابس في الإيتابس، يتعرف البيم أنه من سنتر إلى سنتر. فأني إذا أداخل، يعني هسه خلي بس نفتح الإيتابس، File New، راح أقول له أنه أني 5 4، يعني أحتاج 5 جريدات، أوكي 5 جريدز، والآخر 6 جريدز،
واحنا أربعة واختار two way أصفر ذني أخلي هنا أربعة وأعرف ال concrete beam concrete columns على إنه 400 × 400 والكثافة الخرسانة هي سي 25 كثافتها 24 اوكي والبيم هو 600 × 400 كونكريت بيم كونكريت بيم كونكريت كولوم والسلابس هو عبارة عن 20 اوكي وكل اوكي فهنا هذه 16 وهنا 20 اوكي هنا اذا تاخذون اذا تلاحظون البيم مالتي من السنتر الى السنتر اوكي خلي فقط بس من السنتر الى السنتر فانا اذا اخذ الطول الكلي للبيم والطول الكلي للكولومز راح تصير هاي منطقة التداخل مضروبة مرتين فعندي طريقتين اما انه شو اسوي اما انه اقطع الكولومز مالتي عد البيمز اوكي واخذ الطول الصافي للكولومز او اقطع البيمز واخذ الطول الكلي للكولومز والبيم هو الطول الصافي فشلون نحسب الطول الصافي للبيم الطول الصافي للبيم هو عبارة عن distance minus نصف الكولوم منا ونصف الكولوم منا نصف الكولوم هو نحن اخذناه 40 فنصف 20 ونصف الاخر 20 فراح يكون self weight self weight مالت الكولومز self weight للكولومز يساوي طبعا للكولومز قلنا انه نحن راح ناخذ 0.4 في 0.4 في الطول الكلي الطول الكلي للطابق اوكي في عدد الكولومات شلون اجيب عدد الكولومات اروح على select object by types اختار columns واشوف الرقم هنا 120 طبعا انا اذا عندي كولومات مختلفة الابعاد راح احسب كل كولوم على حدة اروح بدل ما اختار object by type اختار properties وابحث عن نوع المقطع حتى اشوف كم كولوم منه مضروب في الكثافة مضروب ويساوي 0.4 في 0.4 في 3 في 120 في 24 1382 1382.4 كيلو نيوتن بالنسبة للبيم يساوي 0.4 في 0.6 في 24 في طوله قلنا 4 ماينس 0.4 في عدد الكال البيمز نفس الكلام لل beams object by type لأنه نفس النوعية select ويقرأ 196.4 في 0.6 في 24 في 4 minus 0.4 في 196 وتساوي 4064.256 كيلو نيوتن بالنسبة للسلابس السلابس بالاي تابس ياخذ السلاب هنا لاحظوا الى الحافة الخارجية اوكي اذا قطعها راح ياخذها سنتر الى سنتر اوكي فراح تكون يعني من الاربعة الى هاي الاربعة الى هاي الاربعة بالسناتر بينما الحقيقة انه هي متداخلة مع البيمز اوكي متداخلة مع البيم فيجب انه اطرحها واخذ الصافي مالتها اللي هي هاي يعني مثلا استيدا درسم هنا 4 في 4
باخذ كوبي نسخة منه. خليه في المنتصف. لاحظ هو راح يحسب الإطار الخارجي بينما هي الحقيقة أنه تحسب الإطار الداخلي، لأنه يتعرف على أنه السلابس فوق البيمز وليست قطعة منه، فلذلك هذه مهمة جدا أنه تنتبه له. فراح تأخذ السلاب كلها، السلابس يساوي هي 16 في 20 في 0.2، هذا حجمها في كثافتها في عدد، ويساوي 16 في 20 في 0.2 في 24 في 4، 6144 كيلو نيوتن. معناته أنه السلفيت التوتال يساوي 4046.25 زائد 1382.4 زائد 6144 يساوي 11590.656 كيلو نيوتن. معناته التوتال ديد لود يساوي 11590.665 زائدا 200 2560 وتساوي 14150.656 كيلو نيوتن. أنا أحتاج الماس اللي هي total dead زائدا ربع اللايف، هذا يعني أنه الماس تساوي 14150.656 زائدا 0.25 في 5120 15430.656. طيب الآن أول شغلة راح أسويها أنه أنا ألاحظ إحنا ديد لود فقط ضعيف، أنا فصلت راح أعرف لود بتن سوبر ديد لود أوكي أد، وأختار all symmetry أختار الأربع الأرضيات، شيل أخلي يونيفورم مقدار السوبر ديد 2 اوكي، واعرف الماس سورس قد موديفاي، الغي هذين الاثنين واختار سباسيفاي لود باتنز، اخلي ديد واحد سيلف ديد لود سوبر ديد لود واحد، ايضا اللايف لود ربعة اوكي لان الكود ينص على انه هو ربع كله اوكي اوكي. راح ابدي احلل نسمي مثلا RS يحل، شوف من التابلز analyze results reaction base reaction، أول رقم 11590.656 و 5120 للضعف و 2560 كيلو نيوتن مثل ما حسبناها بالضبط. طيب الآن راح نبدأ بالزلازل وكيفية التعامل مع الزلازل. Chapter 11 Seismic Design Criteria راح نأخذ من Seismic Design. الآن بعد حساب الماس راح نبدأ بحساب القيم الزلزالية، نستخرج القيم الزلزالية. أول شغلة طبعا نحتاجها من الكود العراقي، هي خريطة الزلازل.
طيب أول شغلة نحتاجها هي الـ SSS، هي قيمة التعجيل الطيفي للحركة الأرضية الزلزالية عند فترة زمنية قصيرة مقدارها 0.2 ثانية. فإذا هذا هو الـ SSS. لنفترض نحن في مدينة بغداد، مدينة بغداد تقع في المنطقة تريبل اي، فالتريبل اي الزون مالته هو 0.3. فإذا الـ SS تساوي 0.3 جرام، هي مقام جي. اوكي الآن طبعا الجي يعني وحدة التعجيل. اوكي نحتاج الـ SSS1 اللي هي الفترات الزمنية الطويلة مقدارها ثانية واحدة. الطور مال بغداد هو الطور الثاني II، والـ SS مالته S1 مالته هو 0.1 جي. الآن نحتاج إلى معاملين هما الـ FV والـ FA، والـ FA هو Short Period Site Coefficient، معامل الفترات القصيرة للسايت الأرضية يعني الـ FA، والـ FV للـLong. احنا نحتاج الى السايت كلاس. سايت كلاس احنا الكود العراقي يقول لك ملاحظة، عندما تكون خصائص التربة غير معلومة بتفصيل كاف لتحديد صنف الموقع تصنف ضمن احدى الصنفين D او E. فاني راح افترض انه السايد كلاس يساوي D. اوكي فمن الجدول التالي الـ FA سايت كلاس والـ SS مقدارها. إذا لاحظ هنا الـ SS 0.3 ما موجودة، بس موجودة ضمن الـ 0.25 والـ 0.5 يعني بيناتهم. هنا يقول لك نوت يوز ترايت لاين انتربوليشن فور انترميديت فاليو اوف SS، يعني استخدم التداخل الخطي في حساب القيم اللي تكون موجودة ضمن. فأني شلون أحسب الانتربوليشن؟ راح أخذ عند الـ 0.25 هو مقداره عند الـ D 1.6، عند الـ 0.5 و 1.4. شلون أسوي الـ interpolation؟ راح أطرح هاي الفرق بيناتهم 0.25 والفرق هنا 0.2. إيش راح أسوي؟ انتبه هنا 0.5 راح يصير 0.25 راح يصير 0.3، كل ما تزداد القيمة بدها تقل. فأكتب 1.6 ماينس. أوكي إيش قد القيمة اللي أنا يعني ريتها 0.3؟ ال 0.6 عد يا قيمة عد ال 0.25 فأطرح. هنا إيش قد الفرق مالت القيمتين؟ 0.25 فرق بين القيمتين 0.25 مضروبة في 0.2 وتساوي 1.6 minus 0.3 minus 0.25 and 0.25 في 0.2 1.26. اوكي القيمة الثانية هي انه 1.4 plus تصير اوكي 0.5 minus 0.3 على 0.25 في 0.2 ويساوي 1.56. لازم القيمتين هنا متساويات، فاني غلطان هنا بالحسابات.
0.3 minus 0.25 نقصنا 0.25 في 0.2 تطلع 1.56 مضبوط. فإذا هاي طريقة الانتربوليشن، لازم قيمتين متساويات معناتها ال f a يساوي 1.56. اوكي، هاي الطريقة انتربوليشن أولى. طريقة انتربوليشن ثانية باستخدام الأوتوكاد. شلون استخدم الأوتوكاد؟ اكتب له بوينت، أدخل الأولى 0.25 هي 1.6، والبوينت الثانية عد 0.5 هي 1.4. اوكي، أحول ال point style إلى هذه الصيغة حتى أراها. أرسم الخط بين النقطتين. أوكي، هنا راح أكتب 0.3. أوكي، وأخلي الخط عمودي، أحذف النقاط ما أحتاجهم بعد، وأكتب point أحطها بمنطقة التقاطع وأحذف الخطوط. أختار البوينت، أكتب property، راح تطلع لي هنا قيمة ال y direction وهي 1.56. هاي طريقة ثانية. الطريقة الثالثة باستخدام الحاسبة كاسيو FX 991 ES Plus، أنه أنا أختار من المود رقم 3 stat اللي هو statistic يعني إحصاء، واختار الرقم 2 اي زائد بي اكس اللي هو linear interpolation. ادخل 0.25 و 0.5 في حقل الاكس، ثم اضغط باتجاه الاسهم الى الواي، ادخل 1.6 1.4، بحيث كل قيمة تطابق القيمة المقابلة لها، يعني 0.25 مقابلها 1.6، 0.5 مقابلها 1.4. ثم أضغط على كلمة AC اللي فوقاتها OFF حتى يخرج من الجدول، ثم بعد ذلك أضغط SHIFT ورقم 1 اللي هو مكتوب فوقاتها STATISTIC اللي هي STAT، وراح يختار لي 6 خيارات، يعني يطلع لي 6 خيارات. أختار رقم 5 اللي هو REGRESSION. أوكي، وبعد أختار رقم 5 Y HAT. قبل ال Y HAT أرجع بالسهم إلى اليسار، يصير السهم قبل ال Y HAT. اكتب 0.3 y hat واضغط يساوي، راح تطلع لي 1.56. اما ال fv فتساوي من الجدول التالي، fv تساوي عند ال s1 مقدار 0.1، فعند d هي 2.4. 2.4. اوكي، هسه الان يحتاج هذني في حسابات ال SDS وال SD1. ال SMS طبعا هو يقول لك ثلثين SMS وثلثين SM1. هنا هي FA في SS و FV في S1، فانا راح اختصر اكتب SDS تساوي ثلثين ال SMS اللي هي FA SS، يعني هذا انه ال SDS تساوي 2 على 3 في ال FA 1.56 في ال SS هي 0.3، معناته ال SDS تساوي 2 على 3 في 1.56 في 0.3 تطلع 0.312، وال SD1 تساوي ثلثين ال FV في S1. هذا يعني انه ال SD1 تساوي 2 على 3 في ال 0.1 في 2.4. SD1 تساوي 0.16. ال SD1 وال S1، تعالوا هنا نقرأ شنو ال SD1 وال SD1. هو ديزاين 5% damp. اوكي، spectral respond acceleration parameter at period of 1 second
as defined section 11.45. وهنا design 5 damped spectral respond acceleration parameter at short period as defined in section. يعني الأول اللي هو 5%، يعني القيمة التصميمية للدامت 5% للتعجيل الخط، التعجيل معاملة التعجيل لرد فعل الطيف عند الفترة الزمنية 1 ثانية مثل ما معرف في الفقرة 11.45، والأخرى في الفترات القصيرة. طيب هنا أحتاج بعد ما حسبت الـ SDS، جدا مهمة حساب الـ SDS والـ SD1 لأنه يحسب في Response Spectrum Function وكذلك حسابات الـ Base Shear. طيب راح ننتقل إلى الفقرة التي تليها، هي الآن نبدأ بحساب قيمة القص القاعدي التي سيصمم عليها. نحن العملية هذه كلها في حساب البيس شير. لحساب البيس شير هنالك 3 طرق: طريقة الـ Equivalent Lateral Force Procedure، و هنا الـ Model Response Spectrum Analysis، هذه طبعا تسمى ELF وهذه RSA، و Nonlinear Response History Procedure اللي هي راح تكون dynamic nonlinear، وهوني dynamic linear، وهنا statistic أو static عفوا linear. احنا راح تصير ال HRSA و RSA، واحنا ال ELF، وراح نبدي بأول طريقة إن شاء الله في كيفية حساب ال effective lateral force التي هي تكون أسهل طريقة في حساب ال base shear. احنا يقول لك المنشأ مالتك شنو هو، وانت الطريقة مسموحة ام غير مسموحة. طيب البيس شير هو CS في W. CS هو Seismic Response Coefficient Determined in accordance with section 12.8.1.1، و W the effective seismic weight per section. طبعا W اللي هو الماس اللي نحن وجدناه، الماس اوكي اللي هو 1.2 ديد عفوا ديد زائد 1.25 لايف، و CS هو المعامل الاستجابة. هذا المعامل راح يضرب في الدبليو يطلع البيس شير. كيفية حسابه ال CS تساوي SDS على R على I. شنو، خلي بس نكتب القانون الآن. بيس شير كالكوليت، اوكي ال V تساوي CS في ال W، و ال CS تساوي ال SDS مقسوم على R على I E. الـ SDS عرفنا شنو الـ SDS وعرفنا شنو الـ CS. الآن الـ R، الـ R هو الـ Response Modification Factor in Table. كذا راح نروح على الـ Table. هذا الـ Table القيم ينطيني هنا الـ R والـ Omega Naught والـ CD والارتفاع المسموح به. هنا المنشأ مالتي هو Bearing Wall System. أنا إذا لاحظته ما عندي أي Shear Wall، ما عندي أي وول، أوكي، فهو ما بيرينج. بيلدينج فريم سيستم، أوكي، البيلدينج فريم راح يكون هنا الفريم هو اللي يشتغل، أوكي. ستيل ستيل سبيشال أوردينري وولز 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 وولز، هنا ستيل 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 سبيشال وولز وولز، كل ما عندي وولز 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 وولز، وهنا لايت فريم وود أني ما أود ولا cold form steel. هنا light frame walls ما عندي walls، وهنا steel steel. فإذا نجي على الخامس C عفوا،
اللي هو Moment Frame Resist Resistance System، يعني Frame هو الذي يقاوم الزلزال. راح نختار Special أول واحد Concrete Frame. إحنا Special مالتي راح يكون 8.35، راح تكون Special Frame. اوكي، فإذا ال R يساوي 8 وال CD يساوي 5.5 و Omega Not تساوي 3. ال IE ال IE نرجع إلى ال IE. شنو ال IE؟ IE the importance factor determinant in accordance with the dash 0.5.1. اوكي، IE هو معامل الأهمية. إذا نرجع إلى dash 0.5.1. Importance factor and importance factor shall be assigned to each structure in according to table 1.52. فنذهب إلى chapter 1، نبحث عن ال 1.52. هذا هو ال table مال importance factor. okay، لازم أني أعرف ال risk مالت الزلزال، ال risk category، حتى أقدر أوجد السايزميك هل هو 1 ولا 1.25 ولا 1.5. فشلون أعرف الريسك من جدول 1.15 1.51؟ عفوا، ريسك كاتيجوري اوف بيلدينج، يعني خطورة الفئة، فئة الخطورة للمشاة بالفلود والويند والسنو والإرثكويك والآيس. الكاتيجوري الأول اللي هو البنايات اللي تكون أنه أضرار غير جسيمة بالنسبة للمجتمع البشري، مثل البيوت والمحلات التجارية الصغيرة. الطور الثاني اللي هو دبل آي يكون لجميع الفقرات عدا المذكورة، جميع المنشآت عدا المذكورة في الفقرة آي و تربل آي و آي في. والآي تربل آي اللي هي تسبب أضرار جسيمة إذا انهارت، يعني ما بس راح تنهار هي وإنما راح تنهار منشآت معها وتأذي يعني ما حولها من البشر، مثل العمارات، الناطحات السحابية. والآي في اللي هي خطورة جدا كبيرة على المدينة كلها، مثل المفاعلات النووية والكيميائية. أني المنشأة مالتي هي بناية مجمع سكني، فهو الكاتيجوري مالته ريسك آي دبل اي. اوكي، راح نكتب هنا ريسك كاتيجوري هو دبل اي، يعني ال importance factor مالته راح نشوف دبل اي هو 1. اوكي، الان معناته اس اس يساوي اس دي اس هو 0.312 مقسوم على الآر 8 على 1، وال سي اس يساوي 0.312 على 8 0.039. اوكي، الكود يقول لك انه عندك سي اس ماكس وسي اس مينيمم، يجب ان احسب السي اس ماكس والسي اس مينيمم. السي اس ماكس للفترات الزمنية اللي أقل من التي ال، يعني الفترة الطويلة، وإذا كانت الفترة الزمنية للزلزال أكبر من التي ال. فإذا أنا أحتاج أحسب التي، كيفية حساب التي. تحسب التي من هنا فقرة 12.8.2 period determination. يقول لك the function the fundamental period of the structure t in the direction under consideration shall be
establish using the structure properties and deformational characteristic of the resisting element in a probably substation analysis. The fundamental period shall not exceed the product of the coefficient of upper limit on the calculate CU from table and approximate fundamental period TA. يعني يقول لك انه هنا انه تي هي انه تكون حاصل ضرب السيو ما تتجاوز حاصل ضرب سيو في تي اي. فاذا التي مالتي تساوي سيو مضروبه في تي اي. والتي اي بها عده قوانين والايتابس يعتمد على القانون التالي تي اي يساوي سي تي مضروبة في اتش ان مرفوع للوس اكس. السي تي والاكس هما معاملات تستخرج من التيبل التالي والسي يو من التيبل التالي والاتش هو الارتفاع الزلزالي. ليش قلت ارتفاع زلزالي وليس ارتفاع المنشأ؟ لأن المنشأ مالتي يعني ربما أنه يكون عدة طوابق، أوكي؟ القيمة الزلزالية تقل مع ارتفاع الطوابق، يعني الـ F قيمة القاس تقل مع الطوابق، فممكن أنه تهمل الطوابق العليا وتبقي مثلا طابقة هنا، فيصير هذا هو الارتفاع الزلزالي، أو تأخذ المنشأ ككل. فيصير الارتفاع الزلزالي هذا الذي يكون من رأس أو من سطح الأساس إلى سطح العلوي أو إلى السطح الذي يتوقف عنده القيمة الزلزالية. أنا إحنا راح أعتبر أنه منشأ مالتي كله، فالإج مالتي للمنشأ راح يكون من أخذ إحنا مقدار 12. رايت كليك في أي مكان، رايت كليك في أي مكان، اختار أول اختيار Add Modify Grids واختار Show Modify Modify or Show Story Data وراء Elevation إيش قلت لي الطابق العلوي هو 12. فال Edge N Multi تساوي 12. السي عفوا السي تي والإكس الآن هنا المومنت هو اللي راح ياخذ 100%، هو اللي راح يقاوم، ما عندي أي اشتراكات، بس هل هو ستيل أم كونكريت؟ لا هو كونكريت. فإذا السي تي إذا بوحدات الفوت راح أخذها بوينت يعني 16 بالألف، وإذا بوحدات المتر راح أخذها بين قوسين، لأن قلت لك بين قوسين هو المتر كوليفيان ترشون إن باتن، فراح تكون السي تي تساوي 0.04 66 و x تساوي 0.9. فمعناته تي اي تساوي 0.0466 مضروبة في 12 للأس 0.9. اوكي يعني التي اي تساوي4.436 سكند. الآن راح استخرج السيو. السيو يعتمد على الـ SD1 اللي حسبناه. قيمة الـ SD1 هنا هي 0.1 أشقد حسبناه عفوا الـ SD1 0.16 ما موجودة هنا. فأيضا بالانتربوليشن شلون أحسبها مثل ما تعلمنا بإحدى الطرق. عند الـ 0.2 مقدارة 1.5، عند ال 0.15 مقدارة 1.6. اوكي الفرق بين القيمتين هو 0.05 تمام، وهنا الفرق هو 0.1 تمام. فإذا راح انظر ال أنا أريد 0.16، ال 0.16 راح يزيد عن ال 1.5 راح اكتب بلس. القيمة هي 0.2 minus 0.16 الكبير ناقص الصغير دائما مقسوم على الفرق 0.05
مضروب في 0.1 وتساوي 1.58 وهنا 1.6 ماينس الكبير ناقص 0.16 ماينس 0.15 مقسوم على 0.05 في 0.1 وتساوي 1.58 أيضا. فمعناته أنه CU تساوي 1.58. فستاني راح أحسب T تساوي 1.58 مضروبة في 0.436. T تساوي 1.58 في 0.436 0.689 سكند. طيب ال TL من وين أجيبه؟ TL بالنسبة للكود الأمريكي هو 8 ثواني. بالنسبة للكود العراقي، تعالوا نشوف الكود العراقي. الكود العراقي الكود العراقي يقول لك التي ال هي 6 ثواني. فهذه أصغر من التي ال واللي تساوي 6 ثانية. فإذا من الكود الأمريكي CS T أصغر من TL CS max تساوي SD1 مقسومة على T في R على IE. هذا يعني أنه CS max تساوي ال SD1 هي 0.16 مقسوم على 0.689. اوكي 689 مضروبة في 8 على 1، و السي اس ماكس تساوي 0.02903. تمام، هذه 0.029 تكفي. هذه أصغر من CS، إذا تستخدم CS max. طيب CS minimum، CS minimum يقول لك إحنا CS minimum هذا قانونه، بس إذا كانت S1 قيمتها كبيرة مثل 0.6G وما فوق تستخدم هذا القانون، يعني 0.1 CS1. فإذا CS min لازم أشيك المينيموم أيضا تساوي 0.044 SDS مضروبة في الimportance factor. هذا يعني أنه CS min تساوي 0.04 مضروبة في 0.312 مضروبة في 1 CS minimum تساوي 0.0137. هذه أكبر من 0.01 لأنه يقول لك شرطا أنه هي أكبر أو تساوي 0.01، وهي أصغر من ال CS. إذا ال base shear مالتي هو 0.029، لأن إحنا راح نستخدم CS max مضروبة في الوزن الكلي الماس، وهذا الرقم
فالبيس شير مالتي راح يكون 0.029 في 16430.656 447.489 كيلو متر. طيب الآن خلونا نروح إلى الإيتابس، أوكي، نعرف load button earthquake وليكن باتجاه الإكس، وسايزميك نختار الكود 710 add modify باتجاه الإكس أخليه without electricity. إحنا راح ندخل التايم اللي حسبناه شقد 0.689، الارتفاع الـ HN من الـ Basic Story مثل ما اتفقنا، الـ R هو 8، و Omega Not هي 3، و CD 5.5، و Importance Factor هو 1، أوكي، و SS هو 0.3، و S1 هو 0.1، وال TL 6 والسايت دي. ال FA حسب ال ETABS من ال FA 1.56 1.56، وال V FV 2.4، ال SDS هو 0.312، وال SD1 هو 0.16. اوكي، راح ابدي التحليل من المودل تيبلز، اختار هنا مودل، اختار تيبلز مودل، اختار لودز، اوتو سايزميك، اوتو سايزميك اي اس سي اي 710. راح اجي هنا، طبعا احنا التايم بيريود شلون حاسبها، ندخل يقول لك اليوزر سبيسيفايد من احنا ندخليه، اوكي هنا ال 0.3.16 دي 0.312.16 مثل ما حاسبينها، الكوفيشنت 0.029028 هو ماخذ عدة درجات، نحنا كنا نقدر انه ناخذ هو راح يطلع 027، هو مسوي يعني 0.16 على 0.689 في 8 تطلع 0.029027575 يعني 0.8 مثل ما حاسبها هو بالضبط. الوزن الماس هو مطلعة 15257 بينما نحن مطلعي 15430، السبب الخلاف انه اكو life load reduction factor، حاسب لل life load reduction factor نحن ما حسبناه، ممكن انه تدخله ممكن ما تدخله، كامل امان لا تدخله او اذا تريد بالحسابات اليدوية لك يعني، واذا تريد انه هو راح يحسبها بدون ما انت تحسب اللايف لود يعني تربتري اريا مزعجة في الحساب، فنطلعه 442، نحن نطلعه 447، فتقريبا الانسر نفسه بالضبط، لكن هذا التايم بيريود هو ابروكسيميت مثل ما قال بالبداية، ابروكسيميت تايم، ابروكسيميت وينه بيريود تايم و approximate fundamental period، فأني لازم أصلح، حتى أصلح لازم أستخدم معادلة رايلي في التصليح. شنو هاي المعادلة في التصليح؟ أول مرة خلونا نفك، راح أحرف diaphragm وتلفظ diaphragm وليس diaphragm، أوكي add كم طابق عندي، أسوي لكل طابق diaphragm خاص، أوكي أروح على select select stories، اختار الطابق الرابع assign shell، اختار diaphragm d4 apply story 3 select d3 apply story 2 select d2 apply story 1 select d1 apply. هاي العملية عملتها حتى يحسب الماس لأنه معادلة رايلي، راح ناخذها
معادلة رايلي تؤخذ من 18 بوينت من هذه المعادلة فقرة 18.7.2.2 اوكي يحسب بالتي 1 من هذا القانون حيث ان الاف 1 هي اللاترال فورس والدبليو اي وزن كل طابق اوكي فنحن راح نتعلم شلون نحسب الاف اي وشلون نحسب الدبليو اي حتى ناخذ الحسابات مالت الاي تابس نصا راح افتح اكسل اوكي اخذ الرقم خلي ارجع احلل اخذ الوزن هذا اوكي هذا راح اقسمه على عدد الطوابق يساوي مقسوم على 4 فصار عندي الوزن هذا هو wi اوكي شلون اجيب ال fi اروح على قائمة analyze من tables results structure results story force احتاج بس ال earthquake fv اوكي اللوكيشن بوتوم لان توب وبوتوم نفسه وراح اصدر هذا لوكيشن بارت بس احتاج ال vx اوكي يعني قوة القصب باتجاه الزلزال اول شغلة اسويها انه هذا اسوي له ابسوليوت وهنا يساوي هذا الرقم ناقص اللي قبله اوكي تطلع ال اف بي ليش لانه هنا القص قيمة القص يساوي المجموع الإفات يعني هنا إيش عندنا عندنا الشير هذا المنشأ عليه قوة الزلزالية تكبر مع وصوله إلى القاعدة أوكي فراح يصير الشير بهذا الشكل ينزل هنا يكبر ينزل هنا يكبر ينزل هنا يكبر وينزل هنا فيصير هذا هنا السفلي هو البيس شير فأني أخذت قيمة الفي وليس الاف فهو يقول لك الفي هي summation مال اف فهنا summation الفي هاي summation مال اف عند الطابق هذا الطابق واحد فهي نفسها هذه تساوي مجموع هذه زائد هذه تساوي مجموع هذه وهذه هذه تساوي مجموعة ذولا أنا أريد أذني الإيتابس حسب لي أذني فش أسوي أسوي هاي ناقص هاي يطلع لي هاي 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 فصار عندي هاي هي ال FI أوكي هنا طبعا هذه شو أسميها أسميها FI أجيب هاي الفاليو هنا مكانها عفوا بخلي انسخ افتح واحد جديد اوكي انسخ هذا One seven eight point three oh one seven eight point three oh three five one seven eight point three oh three five one three six point two four three nine eight seven point four one four nine arbain point nine three six three طبعا الصميشن مالتهم لازم يساوي البيس شير اللي محسوب في
الـ A tabs for 442.8986 442.8986 هذا راح أخذه نخليه هنا أحدث هذا اللي ما أحتاجه. أوكي هنا المجموع أوكي هذا هو البيس شير. أوكي الـ WI بوحدة الكيلو نيوتن حسبناه إيش قد طلع هاي القيمة أوكي. هسة الآن يحتاج من القانون أيضا نرجع إلى القانون يحتاج الدلتا دلتا اي اللي هي الإزاحة اللي تكون راح نسميها يو اي راح تكون بوحدة المديم. شلون أجيب هاي الدلتا؟ أروح من الديسبليسمنت سنتر اوف ماس أوكي أخذ الديسبليسمنت سنتر اوف ماس اليو اكس أوكي من الكيس هي اي اكس فقط وأقوم بتصدير هذه هذا بعد ما احتاجه هذا هم بعد ما احتاجه اخذ الـ UX اخذ اذني باتجاه الـ X لاحظ كله صفر فاني باتجاه الـ X التلتات اوكي هنا راح اسويها UI تربيع تصير مليمتر تربيع اوكي هاي راح تساوي هذا تربيع اوكي هنا ايش احتاج بعد بالقانون احتاج ال WI WI في UI سكوير WI في UI سكوير راح تصير كيلو نيوتن مليمتر تربيع اوكي ويساوي WI في UI مجموعهم احتاج اوكي والشيء الثاني هو ال FI في FI في UI كيلو نيوتن مليم ويساوي ال FI في ال UI وهنا صميش احنا راح استخدم معادلة رايلي راح اسميه هذا تي 1 اوكي اللي هي تساوي 2 مضروبة في باي هكذا تكتب باي مضروبة في جذر افتح قوس هذا الرقم UI summation WI مقسوم على الجي الجي اللي هي التعجيل الأرضي 9.81 مضروب في طبعا عفوا افتح قوس 9.81 مضروبة في summation مع FI في الـ UI أسد القوس ثم أسد القوس الثاني وأضغط Enter وهنا الـ T المحسوبة أوكي نحن حاسبين الـ T أوكي شكد حاسبين الـ T شكد حاسبين الـ T 0.689 ناخذ القيمة الـ أصغر بينهما في حسابات مالتنا فإذا أنا هنا هاي الحسابات أوكي ما بس خلي أسوي فورمات سيل نخليها هنا نفسخها نحطها هنا
تمام. فإذا هي هاي التي مال تي النهائية. فإذا حساب البيس شير يتوقف إلى هنا. هاي الطريقة الأولى في حساب البيس شير. الطريقة الثانية اللي هي Response Spectrum Analysis راح تكون طريقة شوية معقدة، يجب مراعاة والانتباه إليها. طبعا هنا بعد ما كمل البيس شير، شلون أنا أوزع، شلون أحسب الدلتا مالته مال الدرافت، لكل جزء من الستوري والريجولار تورشن. فإحنا راح أكتفي في حسابات السايزميك. هذا ما لدي في محاضرة اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.